طب يا دكتور، كنت بقول كنا بنقول الفقره اللي فاتت، بانك بقى عايز تعرف ايه اللي حصل الفقره اللي فاتت، كنت بقول انه البريك لما مثلا بنسافر او كل واحد يفصل ويرجع تاني بنرجع لنفس المكان، فالرابط الذهني بيرجع لي لنفس الاحاسيس بنفس الطريقه. صح. ده صح ولا غلط؟ هو المشكله ان احنا بنسافر بالشيله بتاعت مشاكلنا. يعني بتلاقي الخروجه بتاعت يوم الجمعه الزوج وزوجه والاولاد خارجين مع بعض، كل واحد باص في حته، وهما مكشرين ومتخانقين نفس الخناقه اللي في البيت خرجوا بيها وروحوا بيها. فاحنا ما فصلناش، هو الخروج مش بس هو الموضوع. طبعا انا محتاج تجديد وده مهم، بس محتاج قبل التجديد يكون في تواصل بشكل متوازن يخليني لما انزل ما اخرجش بمشكلتي، يخليني اتعامل مع المشكله بتاعتي، يعني ما اروحش وارجع بنفس المشاعر اللي عندي. اخرج افصل وارجع انكد اكمل بقى الخناقه. كلمه الحق طلعت والله يا دكتور. لا يا دكتور بجد، هنا ازاي نتصرف؟ يعني لو انا وصل لمرحله الملل خلاص ما بيني وبين مراتي، ازاي هنا اعرف اسيب الشنطه الكبيره دي في البيت ونتخلص منها ونخرج ونتبسط ونرجع تاني بقى نكمل الموضوع بقى من غير خناق او من غير ملل؟ حلو جدا. لا في حاجتين طبعا. اول حاجه في القصه اداره الخلاف. تمام. احنا عندنا مشكله ان احنا مش بنفرق في علاقاتنا الرصيد بتاع اللي قدامي ورصيدي الشخصي. يعني محتاج وانا داخل علاقه ابقى فاهم ان انا ليا حاجات تخصني وفي حاجات تخص اللي قدامي. تمام. وهو عليه مسؤوليات ناحيتي وانا كمان عليه مسؤوليات، فانا محتاج وانا بقى عندي اي خلاف مع اللي قدامي ابقى فاهم ان في خلافات بتقربنا من بعض وفي خلافات بتهد العلاقه. يعني لما اختلف مع اللي قدامي فاهينه بكلمه او اجرح كرامته او اقول له اصل انت شخص سيء او انت فيك او فيك، فانا كده باذيه فالعلاقه بتتاثر. بس لما بنختلف فبقول له انا عندي المشكله الفلانيه فبساعد على الحل. يعني ما ادخلش المشكله عشان اعلم اللي قدامي حاجه او اقول له ده الصح وده الغلط. انا بدخل المشكله دي عشان ندور على حل سوا. يعني احنا الاثنين بنتناقش او بنتجادل او حتى بنختلف عشان نوصل لحلول، مش عشان نربي بعض. مش هدفنا ان واحد فينا يربي التاني او يفرض رايه على التاني. فاداره الخلاف هي رقم واحد في ان احنا علاقتنا تبقى احسن. واداره الملل محتاجه مننا ذكاء في التعامل، محتاجه مسؤوليه من الطرفين.